Also, meine Damen und Herren, wir sind heute in der Brudermoschee in Offenbach und es war eine Ehre, heute Rede und Antwort zu stehen mit Sheikh Ahmed und seinem tollen Team, die hier Live-Übertragungen machen während des Ramadans in der Corona-Krisenphase. Und es war sehr lehrreich, die Menschen konnten Fragen stellen und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke mal, man hat auch den Menschen geholfen. Sheikh Ahmed. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, sehr schön. Shukran, Samuel Huda. Dankeschön. الكفاءات وداروا قانون والشعب الالماني كانت تتبع هذا القانون يعني كان واحد التفاهم بين الشعب والسياسيين الحمد لله وهذا الشيء خلى حالات ديال كورونا ينقص نعم نقص هنا في المانيا وهذا الشيء خلى ديك الحجر الصحي ينقص رجعنا مع ديك الحجر الصحي مي كان واحد القانون جديد تيقول لا وصلوا 50 ديال الحالات في 100,000 ديال الناس فوق الاسبوع غيرجعوا للحجر الصحي نعم لو زدنا غنزيد نعم لكن الان في نقص دابا ناقص الحمد لله ناقص ناقص كي مي هادشي ما غاديش يكون في المانيا يكون في المانيا كامل مي في هذيك المنطقة نعم هذيك المنطقة اللي فيها المشكل فهذيك تيرجع هذيك الحجر الصحي هذه هي اللي يعملوا لها الحجر الصحي مثلا مدينة فرانكفورت مدينة فرانكفورت لكن ليس كل المانيا اكزاكت الان اخونا مصطفى بيسالك عن اللقاح وكلام كثر فيه الان وبعدين يقول لك ربما لا يكون فيه هو فقط يتحب علينا هل هذا صحيح؟ اللقاح في هذا الوقت مازال ما كاينش في هذا الوقت مازال ما كاينش مي كاين بلايص في المانيا اللي معروفين في ماينز باول ايرليخ انستيتوت وروبرت كوخ انستيتوت اللي تيتبعوا هذا الموضوع في المانيا كانت واحد جيبا كونفرنس اللي جمعوا اكثر من سبعة ونص مليار ديال الاورو باش يساعدوا على عمل ريسيرش في موضوع ديال الدواء في موضوع ديال اللقاح مي فات الوقت مازال ما كانش لقاح واللي دوز كورونا اللي دوز كورونا تيكون عنده لقاح في الذات داخل لا ياخذ مناعه ذاتية اكزاكت اللي دوز كورونا في هذا الوقت حنا اطباء تنقولوا بلا ما يدير لقاح نعم يعني بيعملوا مناعه ذاتيه اكزاكت مناعه ديالنا تدافع على كورونا واخا يجي دابا لقاح ديال كورونا بلا ما نديرو نعم في واحد كتب الان على الموقع القناه السلام عليكم هل هناك فائدة للمسلم في الصيام ضد كورونا؟ الصائم هذا يستفيد؟ هذا سؤال بزاف تيسولوني خصنا نشوفوا احنا نبداو بالصيام اللي يقد يصوم اللي ما عندوش أمراض مزمن ومقبول يصوم نقولوا هذاك قد على كورونا اللي عنده مرض مزمن وعنده مرض التانسيون ولا السكر وما يقدرش يصوم هذاك بيان سور حتى هذاك كورونا تعادي يعني اللي قد على رمضان سواء قد على كورونا بصراحة اللي تيحس في هذيك النهار شي ضروري 30 يوم الصوم كاين شي ناس ما تيقدوش هذيك النهار فهمتي تيكون عنده مرض ولا تيكون عنده التهاب يعوضوا هذوك النهار فهمتي تمام انت حضرتك شفت حد عنده كورونا؟ يعني شفنا كان كورونا بوزيتيف كان كورونا بوزيتيف وراح للسبيطار ورجع ابا كان واحد السيد عنده 35 عام شي واحد كبير في العمر ديالو اللي مات نعم ما عاد ما شفتوش لا اللي سمعت اخبار ابا انا ما شفتش واحد دوز واحد الحاله ديال كورونا وتعذب ومات ما كانش كان واحد السيد كما قلت لك 35 عام كان بوزيتيف حطاو ادويه في المستشفى وبراحه الحمد لله هل البراكسس عندك كان فيها طوارئ بسبب كورونا يعني العدد زاد قل؟ ما نقدرش نقول لك صراحه حيت حنا تيجيو عندنا تقريبا 8000 ديال المرات في 3 شهور وحنا تنقولوا في 8000 ديال المرات الا دينا كل واحد تاس ديال كورونا يكون 10% يكون بوزيتيف بوزيتيف يقدر يكون 10% ستاتيستيك هي هذيك الا فكرنا 10% يكونوا بوزيتيف يا و 95% تيدوزوا كورونا بلا ما يمرضوا يعني 95% يجيو بشي تمام معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم مرحبا عليكم السلام والله نعم الفضل حمد تفضل يسمعك الدكتور تفضل السلام عليكم تفضل ليغيتسيا اه
ايوا مرحبا بك. صبحت لي حتى الجامع. سلام. تفضل. شوفي شوفي. مرحبا. شكرا. شكرا. نعم السؤال ديالك. تفضل. هل لديك سؤال؟ شكرا. لأن الوقت ضيق جدا. تمام. شكرا جزيلا لهذا السؤال. تمام. شكرا جزيلا استاذنا، ربنا يحفظك. شكرا جزيلا. تابعنا عبر القناه وغير القناه. كنت عايز اسال حضرتك، في اي فاميليا فيها فيل بزون، فيل بزون، واحد عنده كورونا، بس ما حد يسال فاميليا. واحد عندنا درايت سيما، درايت سيما ما شاء الله. نفخين او ثلاثه. كاين واحد القانون اللي عنده كورونا خصو يدخل في هذيك الحجر الصحي كارانتين، وبصراحه ما خصوش يكون عنده كونتاكت مع الناس الاخرين، يعني اللي عنده كورونا بوزيتيف ما خصوش يكون عنده كونتاكت مع الاخرين، يقدر يعاديهم، هذيك واخا يدير له هذيك ديستانس بيناتهم جوج متر ويغسلوا يديهم واخا هكذا يقدر يعادي، يعني نورمالمون واحد اللي عنده كورونا بوزيتيف تيست ما خصوش يكون عنده كونتاكت مع الاخرين. يعني كيف الكونتاكت؟ لا اسلم عليه. ممكن اتكلم معه، كان سميتين بريدين. كان سميتين بريدين بيان سور. احسن حاجه يكون واحد علاقه جوج متر ديال ديستانس بيناتنا، البيوت يكونوا مفرقين، لا قلتي واحد البيت راه امبوسيبل هذاك اللي عنده كورونا ما يعاديش الاخرين، نقولوا 100% غيعادي الاخرين. المشكل اللي توقع دابا في موضوع ديال الحمل اللي تيصنعوا الحمل، راك سمعتي ماتسكا غاي في دوتشلاند فلاش غاي اللي تيكونوا عايشين 10,000 خدامه في جوج انوات. كلاه وتيكون واحد كورونا بوزيتيف كلشي ترجع كورونا بوزيتيف، يعني اللي عنده كورونا تيست بوزيتيف ما خصوش احسن ما يكونش كونتاكت، يكون ايزوليات يكون بوحدو. طيب كيف ياكل؟ يشرب عادي؟ يشرب بيان سور يشرب ياكل حيت خصو يقوي المناعه ديالو بيان سور، يا ما يكونش عنده كونتاكت ولا كان ما كانش حل زعما كما كان خصو ضروري مع كاين شي حل اخر يخرج يمشي للكارانتين خصو يخلي 2 متر 2 متر ديال الكونتاكت ما يقيسش الناس الاخرين وهادشي اللي غادي يبقى يغسل يديه وحتى الاخرين يبقى يحلو الشراجم باش الهواء تبدل يا هادشي اللي كاين. الان واحد بعث على موقع القناه ما هي اعراض الكورونا؟ ما هي الاعراض؟ كيف نعرف انه هذا عنده كورونا؟ كيف نعرف؟ از اعراض الكورونا نورمالمون تكون في سخانه، تكون في سخانه الناس اللي عنده سخانه هي تكون حراره اكثر من 38، تكون في كحه، تكون في نفس ناقص هاد ثلاثه ديال السيمبتوم، مي ماشي ضروري هاد ثلاثه سيمبتوم غيكون عندك كورونا. نعم. حيت ما كاينش طبيب هنا في العالم اللي راه يفرق بين كورونا والبرونشيتيس ولا بنومونيوم ولا تسلوم، لهذيك لا حطيت جعلي مرض بهاد زيمتوم بهاد بشفاتي غنحطو له انتيبيوتيكوم، ولا شفت الحاله ديالو ما تزاد ما تحسناتش غادي ندير كورونا تيست ونشوف واش عنده كورونا. اوكي يعني كما قلت لك صعيب واحد يفرق بين كورونا وشي كورونا، ما كاينش طبيب اللي يقدر يشوف ويفرق. نعم. الان اذا كان اللقاح صعب لكن العلاج لها علاج الكورونا؟ علاج ما كاينش في هذا الوقت، ما كاينش ادويه. طيب كيف اللي بيدخل المستشفى وبيخرج بيقول له برافو وخف وخلاص وكذا، ماذا فعلوا؟ هذا ريزيكو ديال كاين، حتى قد يكون في الجامع، قد يكون في عياده، قد يكون واحد تيتقدى، هذاك الشيء دابا ولا واحد القانون خص الانسان كامل خصو يدير الاحتياط، ما نقدرش نعرف واش هذاك السيد عنده كورونا ما عندوش كورونا، هذيك الاحتياط دائما تيكون فيما كنا لا في جامع لا في حانوت. نعم. لا في عياده لا في الدار. نعم. لا انا سالت حضرتك لو واحد عنده كورونا ودخل المستشفى وبعدين خرج شفاه الله، ماذا فعلوا معه؟ صحيح كي غادير ما غاديش ما تقدرش يعني هل اعطوا له ميديكامنتي ولا ماذا اعطوا له؟
لا دابا واحد اللي عنده كورونا بوزيتيف بيان انا غنصيفط المستشفى. ماذا تفعل معه المستشفى؟ بس باخدي مستشفى تدير ثيرابي، تدير له تعطي له ادويه ديال الصغر. دابا طبيب دابا حنا ما عندناش ادويه، تنحتو كل موضوع تنحتو الدواء ديالو في السخانه، تنحتو ادويه ديال السخانه، في كحه الدواء ديال الكحه، في نفس ناقص نحتو له اكسجين لوفت ساوشتوف. لكن ما عندناش ديال كورونا، ما فيش، ما كاينش في هذا الوقت. ما كاين كاين اكسبيريمنت، كاين بحال دابا مستر ترامب الامريكان تياخذ كلوروكلين، كلوروكلين هذيك الدواء ديال الملاريا. نعم هذاك هو تياخذو بروفيلاكتيش. نعم شي واحد تماك في الامريكان قال له خذ استعمل كلوروكلين باش يكون انتي فيرال، باش وقت يدخل في كورونا غيساعد. مي ما كاينش 100% ناخفايز هادشي يساعد كل انسان. وكاين الادويه ديال هاي فاو ديال ايدز. نعم وكاين اكسبيريمنت في موضوع اخر. في هذا الوقت في هذا ما لقيناش ادويه اللي تنريو كورونا، يعني مازال كيجربوا، مازال تجربوا. حنا تنديروا حساب حتى الاخر ديال العام، اخر ديال العام غادي يكون ادويه ولا تلقيح. هاي سو بايد. نعم الان في المساجد كيف نعمل احتياط في المساجد ونحن عددنا كبير جدا؟ كما تديروا انتم في هذا الوقت؟ سيكون بيناتكم جوج متر، جوج متر، واحد اللي كح، واحد اللي كح وباين في مروح، منهم المروح ما يدخلش العيان، ما يدخلش الجسم، بحال اللي باين المريض اللي هو براسو ما يجيش للجامع، اللي تيقول انا في حضاره، في حفره، حفره على الناس. اكزاكتومون. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. حاج محمد حياكم الله، تفضل. تمام. يعني هو ما كانش يعرف، هو كان لا يعرف ان عنده كورونا. نعم. نعم. تمام، شكرا جزيلا. تمام. ومع ذلك كانوا بيتعاملوا معه ويسلموا عليه و... والله سؤال محترم جدا، شكرا استاذ محمد، بارك الله فيك. تمام، هذا مش فهم. عاود سؤال زوج اسبوع كان عاود سؤال. اين في اين فاميليا؟ هاد بوزيتيف كورونا. وكان عايش معايا. قلت هاد ساين محمد ساين فاميليا كبير. هادي فهمت. وقلت ستيفي فاميليا هاد كاين كورونا، في كيتنس. يا كيت كان زايد حيت دابا المشكل كيفاش تعامل هذاك السيد مع العائله ديالو؟ بدا يكون هو هو ما كانش عارف كورونا. هو ما كانش عارف كورونا فوالا. قد يكون في حيت انكوباسيون ديال الكورونا في اسبوعين فيغوكو، قد يكون فين دوز هذيك الحاله قبل، وفين كان فين كان عنده كونتاكت بزاف مع العائله ديالو ديجا. هاد شون داز دويش كما كان عنده ايمونيتيت، فهمتي؟ ابا نيشت ما انفكتيوز هادشي اللي كاين، ولا هو ما كانش عنده كونتاكت كثير مع ولادو، ولا نقدر نقول المناعه ديال العائله ديالو كانت قويه كثير. نعم. يعني هل لو واحد عنده مناعه قويه وحتى جات كورونا لا يتاثر؟ لا، 95% تيدوزوا كورونا بلا تيكون عندهم كورونا بوزيتيف بلا ما يكون عندهم سيمتوم. وكاين ناس، كاين ناس تا هما لاحظتهم في واحد البيت واخا في كورونا وتيقيسوا ما تيعانيش. هو هذا السؤال. يا سموثليش تيوريتيش كلشي موفيش، اليس سموثليش. طيب الان السؤال كيف نقوي المناعه؟ هو المناعه ديالكم الحاجه الاولى من حاجه اللي فيها السم، سيجاريت، نيكوتين، لحم كثير، لحم كثير، كلشي اللي حنا عارفين اللي كل عام تنجي عندكم تنسدوا عليه. هذاك الشيء كلشي ما ناكلوش ما نشربوش. احسن حاجه هي الماء، جوج لتر عن الغاسه الماء. ثانيا ماكله يكون فيها غموز اوبس، يكون فيه اوبس وغموز فيتامينات، و كما قلت لكم رياضه.
سرويت رياض واحد يتحرك هي ديك بعد الافطار كما تسمو لكم كل عام افطرنا نديروا رياضه شي شويه حيت تروح رياضه حيت كل رياضه تتقوي المناعه ديالنا تدير بوزيتيف هرمون الاندورفين هي ديك اللي شفنا في عالم ديال الشينوا شفنا في عالم ديال الشينوا 80 90 عام تديروا حركات يا مازال يجب يا وما عندهم لا اتروز لا هشاشات الهضام لا والو يا هي هذه كما قلت لك يشربوا الماء كثير الماء احسن حاجه اللي يشربوا ياكلوا حاجه اللي فيها فيتامين لي ميزو اوبس ولا كلا ياكلوا كنقولوا الحوت تكون السمك الدجاج قلت احسن حاجه يتحركوا كثير يديروا رياضه هذا الشيء اللي يقدر يقوي المناعه ديالنا تمام في حد كتب على الموقع قال عندي التهابات في الرئه وازمه شو بقدر اعمل عنده في النفس شوية عنده مرض مستعين والأسماء هو كتب هو أسماء نعم دقة دقة شو مازال والتهاب في الرئة التهاب في الرئة أوكي أز اللي عنده التهاب في الرئة وأسماء هذا ريزيكو باتسي لا كورونا حيث كورونا تدخل نازل ريسبيراسيون ستراك وتهبط الرئة ديالنا يعني هو خصو يحضر راسو كثير هو ريزيكو باتسيان هي يحاول ما يكونش عنده كونتاكت مع الناس كثير وبيان سور يدير هذيك كمامه ويقوي المناعه ديالو هذاك خصو يحضر هذاك ريزيكو باتسيان خصو يبعد الناس اللي تيكونوا مجموعه يعني هو معرض جدا للعمل مع الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا نعم هو يسمع حضرتك مباشرة تفضل السلام عليكم مرحبا بكم رمضان كريم يلا يسيو لا هيليكوباكتر بيلوري هذيك ديال المعدة هذاك نقدر نلقاو في الدم شنال تيست نقدر نديرو شنال تيست في العياده تنديرو هذيك التحليل ديال الدم ربع ساعه ولا غاستروسكوبي هذيك تسيو ديال المعده ولا شتولو تازوكم تما كتبان لنا واش عندنا هيليكوباكتر بيلوري ولا كان هيليكوباكتر بيلوري بوزيتيف كيما نتراكت سيدا صافي خصنا نستعملو انتيبيوتيكوم اسبوع يا وصلت الاجابه لحضرتك؟ جاوبت السؤال ديالك؟ هل عندك سؤال اخر؟ شي سؤال مازال؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا عليكم السلام بارك الله فيكم. الان رمضان في باي تقريبا والعيد على الابواب. بماذا تنصح الناس بعد ان العيد معده كانت واخذه الراحه وتستعد الان للفصيله والمرميطه وسياتيها الكسكس. اوكي ازو بيان سور دابا في رمضان كيما حنا عارفين المعده ديالنا تتصغر المعده ديالنا ودابا بعد رمضان بعد 30 يوم حنا مولفين نفطروا ونسحروا هي هذيك دابا داز رمضان نحاولوا بشويه نديروا هذيك نورمال اس كي بول هاي بشويه هي هذيك ما مش اوف ايما ماشي كلشي في مره واحده مش على اوف ايما ديما دي موصله ما ديما اليس اوف ايما اليس فول اوف تشيش شويه بشويه هي هذيك اللي نقدر نقول للناس احسن حاجه قبل ما ناكلو نشربوا جوج ثلاثه كيسه ديال الماء باش الدات ديالنا تكون بعدا فيها الماء حيت كما نحتاج عام قسمنا معده على ثلاثه واحد هذيك ثلاثه يكون الماء ماكله والهواء وما نساوش الماء مهم هي هذيك نعوضوا حياتنا بشويه باش نرجعوا نورمالين وند الجماين ما ناكلوش بزاف ديال كيما قلت لا وحشه ازني وايسمين كول فول كور جيموز ناكل سمك يعني او دجاج ازو هيتشن بوست و سوفات و سوفات و فيتامينات تسكن فيتامينات وما ناكلوش معطلي دابا الافطار ديال السوق 9 و 4 ولا 10 سوشبيتو مع العبايز حنا تنقولوا الطباء 4 سوايع قبل النعاس ما ناكلو حتى حاجه لازم كاين اسم بس اس ويشتيش يا معنا اتصال السلام عليكم تفضل وعليكم السلام عليكم اسمعك تفضل
Ja, richtig. 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 Ja. Ist jetzt alles richtig? Ja. Nein, also wenn du mich persönlich fragst, also ich sage jetzt als Person, würde ich sagen, es ist statistisch nicht schlimmer als die anderen Infektionen. Ja? Es ist vielleicht, sage ich mal, jetzt gerade modern darüber zu reden, aber wenn man statistisch sieht, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und also SARS und MERS gehören zur Corona-Gruppe. Ja? Corona. Der aktuelle Virus heißt Covid-19. Ja? So, und im Grunde genommen, verglichen mit den anderen, ist er nicht virulenter. Im Grunde genommen, wenn man die Statistiken, also neutrale Statistiken sieht. Warum man die natürlich impfen möchte, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also jetzt als Arzt würde ich sagen, um die Leute zu schützen natürlich, ja, um eine Prophylaxe zu betreiben, dass die Impfung sollte vor allem gemacht werden für die chronisch Kranken, für die Risikopatienten über 60 Jahre und die chronisch Kranken. Reden wir jetzt über andere Interessen, ob die Pharmaindustrie Interessen haben wegen der Impfung und ob das natürlich von Bill Gates und so weiter und so fort. Da gibt es Optionen, da gibt es mehrere Optionen. Fragst du mich als Arzt oder als private Person? Als Arzt muss ich natürlich der Medizin treu bleiben und sagen, die Impfung schützt euch vor Krankheiten. Ja? Fragst du mich als private Person, ja, als Dr. Berger privat, da würde ich sagen, da gibt es schon viele andere Interessen. Weil so ein Hype gab es nicht in der Schweinegrippe und der Vogelgrippe. Und da sind viel mehr Menschen gestorben. Nur es gibt ein großes Interesse zurzeit. Da können wir viele Spekulationen machen. تمام شكرا جزيلا على اتصالك ايضا وردنا مكتوب الان على القناه وهو السؤال الذي نختم به البرنامج دكتور مجيد شكرا هل الليمون يفيد في تقويه المناعه ما هي فوائد الليمون سيتروتين Also grundsätzlich Zitrusfrüchte Limon Orange Chili für Vitamin C. Ja. Vitamin C ihr Probleme eine Aktie eine Wasser schon habe Kess Svach dann fokt das wird durch kissen den ma okes masron viel zitronensaft profil skin schwer immer und ein löffel honig hat die kommen immer nach der nektier wo stoffwechsel in den ma ich dann ich dann und entgiftet ich habe simon ja simon das heißt ich bin dafür aber nass in einem dusch muss ich melden in einem dusch gastritis in einem dusch übersäuerung des magens in einem dusch melden muss ich melden وهل عنده مشكلة معدة بعد أكل شيء قبل الأكل بارك الله فيك شكرا جزيلا يعني كان الحوار ممتعا معك وهو دائما ممتع على أمل إن شاء الله أن تظل هذه اللقاءات مستمرة حتى فيما بعد رمضان غدا كما تعلمون ضيفنا هو رواد المسجد إن شاء الله الحوار مفتوح مع رواد المسجد سنبدأ بعد صلاة العصر لمدة ساعة تقريبا نسمع الأسئلة أو الاقتراحات شكرا جزيلا للدكتور مجد حمدوش على هذه المقابلة وهذا الحوار الرائع وبرنامجنا إن شاء الله بعد عيد كذلك سيكون مستمرا في صورة جديدة وشكل جديد نسأل الله البركة فيكم نلقاكم غدا فحتى نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, that's been good.